قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية صورة محزنة للنجم الكوميدي الكبير محمد نجم من داخل العناية المركزة بالمستشفى التي يتعالج فيها ويخضع للعلاج مع فريق طبي داخل إحدى مستشفيات الدقي، حيث طالب عدد كبير من الفنانين المقربين مثل الفنان طلعت زكريا جمهوره بالدعاء له. دي صورة محزنة للنجم الكبير، عنده جلطة بالدماغ، يا رب يشفيه يا رب. هنشوف أسرار عنه دلوقتي. ده الفنان الكبير محمد نجم. كما قالت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية أن الفنان الكوميدي محمد نجم أصيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بجلطة دماغية. وأضافت عنبر لمصراوي أن الفنان يرقد في إحدى مستشفيات الدقي ويخضع للعلاج داخل العناية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء له. دي نهال عنبر محمد نجم، وهنشوف أسرار عن حياته الشخصية دلوقتي. محمد نجم ممثل كوميدي مصري، ولد في 14 يناير 1944. بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون. معروف طبعا محمد نجم، ممثل قدير. ابتعد عن السينما والتلفزيون منذ أن أسس مسرحه الخاص الذي يحمل اسمه، واتجه للمسرح الكوميدي وأصبح علامة بارزة في الكوميديا. وحقق من خلاله نجاحات باهرة من خلال أدائه الساخر الذي ينتزع الضحكات من القلوب، وحركاته الكوميدية التي كان يتميز بها على سائر أقرانه من ذلك العصر. ومن خلال المسرح الذي حقق به نجاحات عديدة في المسرح الكوميدي، ومن أشهر مسرحياته عش المجانين مع حسن عابدين وليلى علوي، والتي اشتهر فيها بمقولة شفيق يا راجل، التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي من بعد أن تم تأسيس فرقته الكوميدية التي تحمل اسم فرقة نجم. تزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل وتدعى يسرية، وله ابن منها يدعى شريف. ده الفنان المعروف طبعا عمرو عبد الجليل، كان من أهم أعماله طايع. قدم عام 1979 المسرحية الأشهر في تاريخه، وهي عش المجانين، والتي شهدت نجاحا ضخما، وقدم فيها الإفيه الشهير شفيق يا راجل. يعد هذا الإفيه من أشهر الإفيهات في تاريخ المسرح، وقام نجم بارتجاله خلال المسرحية حيث لاقى تجاوبا وضحكا من قبل الجمهور. قال نجم أنه قام بتكرار الإفيه بأشكال مختلفة خلال المسرحية حتى لا يمل الجمهور منه، وبالفعل نجح في ذلك، حيث كان يضحك الجمهور في كل مرة يطلق فيها نفس الإفيه. ساعده على ذلك تجاوب حسن عابدين معه، حيث قام بمجاراته خلال ارتجالاته في أداء الإفيه ليبدو كما لو أنه متفق عليه في نص المسرحية. كلنا فاكرين طبعا شفيق يا راجل، أركب دقن وأخش عليه. استمر في تقديم المسرحيات الناجحة خلال الثمانينات والتسعينيات، الشرائع يا مجنون، وعبده يتحدى رامبو، ودربكة همبكة. أسس بعدها مسرحه الخاص باسمه، كما أسس فرقته الكوميدية المعروفة باسم فرقة نجم، وابتعد عن الأدوار السينمائية والتلفزيونية، وقام بالتركيز على الأعمال المسرحية. يقول عن نفسه أنه تلميذ الفنان عبد المنعم مدبولي، وتعلم منه احترام الجمهور والمسرح، مؤكدا أن مدبولي كان يقول له دائما: أنت بتفكرني بشبابي. هنا مع توفيق الدقن في مسرحية البلدوزر وعبد المنعم مدبولي.
يعد الفنان عمرو دياب من أكثر عشاقه، حيث كان يقوم بتسجيل مسرحياته على شرائط فيديو ومشاهدتها، وذكر عنه أنه يحفظ جميع فئات مسرحياته. يرفض محمد نجم المشاركة في أدوار ثانوية في الأفلام، حيث يقول أنه إما أن يكون نجم العمل أو لا يشترك به من الأساس. قدم ما يقرب من 60 عملا فنيا، معظمهم مسرحيات من بطولتي. لوح منذ حوالي عدة سنوات إلى رغبته في الاعتزال والتحول إلى داعية ديني، واصفا قرار الاعتزال بأنه مؤجل إلى حين. وصدم محمد نجم جمهوره حينما أعلن في أحد لقاءاته التلفزيونية أنه يعتبر الفن حرام لعمل الستات به، ولا يعترف بما يسمى الفن الهادف. كانت صدمة لجمهوره فعلا. أما عمرو عبد الجليل فهو من مواليد 7 فبراير 1963، وهو شقيق السيناريست الراحل طارق عبد الجليل، وله شقيق توأم يدعى أيمن. ده عمرو عبد الجليل وشقيقه اللي هو المفاجأة شيخ سلفي، وفعلا الشبه بينهم واضح. أنا كان على قناة أمجاد، استضافوه مرة. بدأ عمرو عبد الجليل حياته الفنية أواخر الثمانينات من خلال المسرح مع الفنان محمد نجم، ومنه إلى تعاون بارز مع المخرج الكبير يوسف شاهين، والذي اختاره بطلا لفيلمه اسكندرية كمان وكمان عام 1990، ثم شارك في بطولة فيلم ضحك ولعب وجد وحب عام 1993 مع النجم عمرو دياب. وعلى الرغم من الانطلاقة القوية إلا أنه تراجع وقدم عددا من الأدوار المساعدة لفترة طويلة بدأت منذ منتصف التسعينيات، كأفلام المهاجر، دم الغزال، ليه يا هرم، وغيرها، ومسلسلات منها وما زال النيل يجري، هارون الرشيد، رد قلبي، رياح الشرق، بنت من شبرا، الناس في كفر عسكر، وغيرها. ده في مسلسل طايع. من ناحية أخرى، حالة من الحزن يعيشها الفنان عمرو عبد الجليل بسبب وفاة شقيقه السيناريست طارق عبد الجليل، والذي تعاون معه فنيا من خلال فيلم صرخة نملة. ده السيناريست معروف طارق عبد الجليل. كما جاء رحيل عمرو كصدمة للفنان هاني رمزي، خاصة وأنه تعاون معه بمعظم أفلامه ومنها زازا وعايز حقي. أصيب بصدمة لما السيناريست طارق توفي، ويعد واحدا من أقرب أصدقائه داخل الوسط الفني. هاني رمزي نعى السيناريست الراحل طارق عبد الجليل بكلمات مؤثرة عبر تويتر، وغرد قائلا: وداعا السيناريست طارق عبد الجليل، مع السلامة يا صديق العمر، هتوحشني جدا، مش عارف أقول إيه ولا إيه ولا إيه، لا أملك غير أني أقول ده أمر الله، ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك. يذكر أنه من أبرز أعمال طارق عبد الجليل كسيناريست أفلام عايز حقي وأبو العربي وصل وزازة ونمس بوند وصرخة نملة. عمرو عبد الجليل مولود 7 فبراير 1963، ممثل مصري، ولد في قرية نوسة البحر بمحافظة الدقهلية بمصر عام 1963 لعائلة من 6 أطفال، ومن أشقائه السيناريست طارق عبد الجليل، وبدأ حياته الفنية عام 86 بدور في مسرحية البلدوزر من بطولة محمد نجم. بقى الفنان القدير محمد نجم ومراته تبقى شقيقة عمرو عبد الجليل. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم،
وشكرا لدعمكم لوصولنا إلى 1,000,000 مشترك.